موقع كرات يعني صغيرة الجهة اليسرى ملعوبة ملعوبة بهز الشباك الكرة تصيب مرمى الحارس ناتاش ستتعد لعب فريق مولودية الوهران البداية القوية سنشاهد كيف كانت وجهت والكرة والمتابعة نقاش في الشباك كان هناك خطأ أم لا؟ لا ربما سنشاهد ها هي ملعوبة راح نقاش لا وجود لخطأ أعتقد والهدف الأول بسرعة كبيرة هنا الركنية الشاذة بتسجيل القش نعم الكرة تلعب على النوافذ مغلوقة بروح. يعني يجب أن ترجع إلى الوراء بالكرة وتلعب يعني على الأجنحة على قراوي أو على حشود حتى يكونوا لي ديكالاج وتلقى يعني الحلول تلك المفاتيح والنوافذ والطرقات كرة من هناك لنقاش يحاول نقاش في هذه الكرة المتابعة من مكاوي نقاش فوق يلعب كرة هنا توسع من هنا يفتح الشاهية نقاش وبعد ذلك جاء الدور على بندلكا بالطبع هنا نشوف تأخر مدافعي مولودية وهران يعني هذا دليل على ذلك أنهم يعني كانوا دائما متأخرين نشوفوا الهجمة ابتدت من الوراء نقاش يتغلب على الظهير الأيسر مكاوي هنا ان سونتر ليكسيريور دي بي هنا تحويل الكره من زويبه وحده على اللي خلاه وهنا عبدات يتفرج هذا وحيدا بدون رقابه نعم بدون رقابه هنا اخطاء غير مسموحه بالطبع خارج القدم مباشره هنا التحويل من زويبه مدافع المحور يتفرجون لا هذا خطا الهدف الثاني بهذه الطريقه تحويل الكره راسيه خلفيه متابعه من بندبكا في شباك الحارس ناتاش يعلن عن الهدف الثاني لمولوديه الجزائر صعبة المهمة على غربي شيبان بنطيبة منصوري محمد تومي معز بوعكاز يدرب فريق مولودية وهران يساعده بشير مشري المولودية بالشوشي حشود قروي عزيمي باراكو ديانج عمادا الميزان بندبكا نقاش درارجة وسويبع كازوني برناريو درب المولودية ويساعده رفيق صيفي تحضير للكرة من هناك للمولودية من المرة الأولى والثانية التوسعة الأرضية والثالثة سويبع احتراما وتقديرا لفريقه لا يريد أن يفرح وأن يحتفل بالهدف الثالث سريع وعجل سويبع بالتسجيل في الشوط الثاني الهدف الثالث وكتب خبرا عاجلا جديدا الهدف الثالث للمولودية يأتي في هذه الأثناء في الدقيقة الأولى من المرحلة الثانية لعب جماعي رائع هذا ويعني نهاية رائعة أكسيون كوليكتيف مانيفيك هدف جميل جدا ملعوبة التحضير من هنا قاروي ودرارجة والتمريرة والانتظار والأناقة والرأسية والهدف في مرمى الحارس ناتاش هنا التمريره دفاع ايضا غائب غائب نعم غائب كره يوزع داخل منطقه الجزاء ولكن الدفاع في التغطيه عن طريق ديانج هذا نقاش يحاول يرجع للدفاع مباشره لقروي قروي راوغ يلعب بالنار وطويل الكره بالغوا الاستلام المودن شريف الوزني شوف المؤذن كيفاش يجري ليعطي الحلول لحبل الكرة هنا نقاش. شوف واحد اثنين نقاش شوف أنا دائما المؤذن المودن يحاول في هذه الكرة التوزيع الخطورة موجودة نعم الهدف الرابع من بالغ
البديل بالغ يتمكن من الوصول للشباك ويسجل الرباعية. 4 أهداف مقابل لا شيء لمولودية الجزائر أمام مولودية وهران. صارت النتيجة ثقيلة. نعم ثقيلة، وهذا الهدف شفنا أنه بالغ برأسية جميلة، والمؤذن هنا قلنا يجري لطلب الكرة، يعطي الحلول، يحب يلمس الكرة كثير، يحب يلعب في وسط الميدان. أين الدفاع؟ نعم نعم. أين دفاع مولودية وهران؟ غائب دائم. الأسبقية من المفروض تكون للدفاع. بالغ جاء من بعيد وتفوق بالرأس وسجل الهدف الرابع لمولودية الجزائر. 4 دقائق تضاف. ربما هذه أكبر هزيمة. نعم. أكبر هزيمة. طبعا. خاصة في المرحلة الثانية ومنذ 9 جولات. سقوط مولودية وهران بهذه الطريقة والدفاع اليوم علامة استفهام. نعم. المنظومة الدفاعية علامة استفهام حقيقة. في الدقيقة الأخيرة هيا المرور من المدن ثم تحويل الكرة النقاش، وهنا الارتقاء. يعني لماذا هنا اللعب